أصدقائنا الأعزاء، كل سنة وأنتم طيبين. دلوقتي إحنا هنتعرف على ديزاين وفرش حمام حديث، خلاط سمارت بوكس، هاند شاور، 5 جتات، رين شاور، تويلت معلق من ديكود يورافيت، صندوق دفن جروهي، شطاف سخن وبارد هنقلب الكادر بس لما نخلص، والحوض من ديورافيت. مبدئيا الحمام ده حضرتك الصافي بتاعي 143 سنتي بالظبط، ده الصافي. يعني لو انت عندك حمام 160، ده الحمام البوكس ده الحمام اساسا. الحمام عامل حضرتك 157، يعني كان 160 بالظبط. فحمام 160 في 2.35 متر، يعني 2.40 متر، يبقى ديزاين حمام 160 عرض في 2.35 متر. طبعا مبدئيا بدأنا نصمم الشغل بتاعنا على لاين واحد عشان اعمل طرقة وممر للي يخش الحمام، يبقى اللي هيقعد قدام التويلت يلاقي قدام منه براح كبير جدا. يعني بعد ما ركبنا التويلت حضرتك المتبقي لدينا 88 سنتي زي ما ستك شايف في المتر كده بالظبط. فحطينا التويلت قدام مني فراغ، هنا هنركب بارتيشن سيكوريت للتويلت ما بين التويلت وبين كابينة الشاور، وحطينا الحوض بتاعنا في مسافة 70 سنتي، وهنوري حضراتكم مكان الحوض فين بعد ما نخلص. طيب مبدئيا بدأنا نصمم التصميم كالآتي. احنا قلنا ان الحمام كله 2.35 متر، فأخدنا كابينة الشاور كلها 80 سنتي زي ما سيبتك شايف كده. يعني حطينا كابينة شاور في 80 سنتي، وحطينا اكس الجت في 45 سنتي بالظبط، على الطوب كان 45 عشان المحارة والبورسلين. بعد كده صممنا كابينة الشاور بطول الحمام كله. كان الشباك في الحمام ما بيعمليش مشاكل خالص، هو مقفول وبعيد عني اطلاقا بالمرة. انا واقف باخد الشاور بتاعي مع الجتات، الدنيا كلها لذيذة والجتات كلها بتخبط فيا. احنا هنا الجتات قصرناها سنة لتحت عشان ده حمام اطفال، فحبينا نوطلهم الجتات شوية سنة لتحت. وحطينا السمارت بوكس بتاعنا في على الجنب، خلاص سمارت بوكس زراير تاتش، ده هاند شاور، رين شاور، والجتات. الهاند شاور حطيناه على اليمين هنا عشان هنعمل هنا كده بارتيشن سيكوريت، وهنا كرسي قلاب هنحطه بحيث ان اللي قاعد يقعد ياخد الشاور بتاعه وهو قاعد بالهاند شاور، وهو قاعد هيلاقي الزرار يدوس عليه يفتح له ميه في الهاند شاور. وهنشوف كل حاجه مع بعض بالتشغيل دلوقتي حالا. بعد كده بعد ما خدت المسافة بتاعتي حطيت التويلت بتاعي في مسافة 90 سنتي. حطينا 80 كابينة شاور، 90 التويلت. طيب 90 و80 حضرتك بيديني 170، 170 من 2.40 متر بيديني 70 سنتي، هما بتوع الحوض بالظبط، بس الكادر هقلبه لما نخلص. ده ال 70 سنتي بتوع الحوض، طبعا 67 عشان في 3 سنتي بلاط. ده الديزاين بتاع الحمام. يبقى لو انت عندك حمام 160 في طول 2.35 متر ما تقلقش منه من اي حاجه، وهتلاقي الحمام بتاعك زي ما سيادتك شايف كده بالظبط. طبعا عندنا الجتات دي جتات خارجيه، سمارت بوكس جروهي كنترول، هاند شاور من جواد، رين شاور من جواد، صندوق دفن من شركه جروهي، تويلت معلق من شركة ديكود من ديورافيت، هاند شاور من جواد، وشطاف هنشوفه لما نخلص. طبعا ده كان بالنسبة للديزاين. طيب هنشوف التشغيل حضرتك عشان كل حاجة تكون بكفاءتها وبجودتها ومحدش يقلق منها بأي حاجة. طيب مبدئيا هاخد الموبايل واصور لحضرتك الحمام بالديزاين بتاعه عشان اقول لسيادتك ان لو عندك نفس المساحة حط فيها وما تقلقش. ده هنا حضرتك الحوض بتاعنا حطيناه في مساحة 75 سنتي. طبعا ده الرينج لايت، شغل العدة بتاعت التصوير بتاعنا. طبعا هنا الحوض العميل هفضل ان هو يجيبه عرضه 50 سنتي، فسيبنا فراغ من جنب الحائط عشان ما يبقاش الواقف واقف لازق في الحائط. وحطينا الشطاف سخن وبارد بتاعنا زي ما ستك شايف كده جنب التويلت، والهاند على
مخرج بالحامل زي ما سيادتك شايف كده عشان ما يبقاش عندي مخرجين واعمل زحمه، والمحبس بتاع الشطاف بتاع التويلت حطيناه زي ما سيادتك شايف كده، وعملنا التجويفات بتاعتنا بالاسبوتات شغل ديكور فوق التويلت. طبعا هنا لسه بنركب اليونت، المحابس بتاعتي داخل اليونت زي ما سيادتك شايف كده عشان انا ما بحبش اشوف محابس داخل خارج اليونت بتاعي كده. المحابس دي مدارية، عندي محبس صندوق، محبس بارد، محبس سخن عشان عاملين منظومة سخن هنا كده، وهنشوفها مع بعض لما نخلص. ده كده كان الديزاين. عندي كابينة الشاور، وهنا حطينا البوكس بتاعنا والجتات، خمس جتات على مخرج واحد بدايرة مغلقة بتديني قوة المية. وعندي هنا سمارت بوكس، وهنا الهاند شاور والرين شاور من فوق زي ما سيادتك شايف كده بالظبط. وهنشوفه مع بعض دلوقتي بفيديو تاني واحنا بنشغل ميه في الجتات وفي الهاند شاور، وارجو ان ينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا لسه لما يتقفل بقى والمرايه تركب والليد بروفايل يركب واليونت كل حاجه تركب في مكانها، هتلاقي حمام بفضل الله تصميم وديزاين وديكورات محمد صلاح ابو علي. تابعونا على قناه اليوتيوب سباك شاطر، وعلى الفيسبوك سباك شاطر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.